التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، وفي هذا السياق وتنفيذا للقرار الجمهوري رقم 417 لعام 2023 بشأن الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3328 نزيلا احتفالا بهذه المناسبة الوطنية. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. ولكي يتم الإفراج عن هذا العدد من النزلاء، عقدت لجان العفو المختصة اجتماعاتها لفحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين والمستوفين لشروط العفو، وانتهت إلى الإفراج عن هذا العدد من النزلاء، وهو ما يعكس رؤية إصلاحية متطورة تنتهجها وزارة الداخلية منذ إنشائها مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة مصرية فريدة في التأهيل والإصلاح والرعاية. نتاجها كان التوسع في الإفراج بالعفو لإتاحة الفرصة للنزلاء لبداية حياة جديدة. بشكر الرئيس اللي هو يعني مشانا في عفو وادانا فرصة ان انا يعني امشي في حياة جديدة، ومبسوطة وفرحانة ان انا طالع لعيالي وبيتي تاني وهبدأ حياة جديدة. حاجة كويسة ان في عفو والناس بتمشي، وان رئيس السيسي بيدينا فرصة ان احنا نبدأ حياة جديدة، ما اللي احنا العادة ما نجيبوش تاني. فرحان ومبسوط عشان انا مروح في عفو السادس من اكتوبر، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا وعلى المعامله الادميه اللي الناس بتعاملها لنا في مراكز الاصلاح والتاهيل. انا بشكر سياده الرئيس جدا ان هو عمل لنا عفو 6 اكتوبر وطلعني ان انا هطلع افوست مامتي واخواتي من تاني، وبشكره جدا جدا جدا. اقيمت احتفاليه بالمفرج عنهم بمركز الاصلاح والتاهيل العاشر من رمضان، عبروا خلالها عن فرحتهم بالقرار الرئاسي الذي فتح لهم باب الامل في الحياه والفرصة للاندماج في المجتمع بعد أن تم تأهيلهم وتقويم سلوكياتهم وفقاً لبرامج إصلاحية متطورة تراعى فيها معايير حقوق الإنسان، سواء في الإصلاح أو في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. فرحانة وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه عمل لنا العفو، وفرحانة إن أنا أخرج بابني وأخرج عند أهلي. في عنبر خاص بالحضانة، وحضرتك احنا قاعدين في الحضانة وبيلبوا لنا كل طلباتنا وبيجيبوا لنا لبن للأطفال وعاملين لنا الترايد تحت ليهم ألعاب وحاجات حلوة يعني كتير، وعاملين لنا شاشة في كل غرفة وسرير أطفال في كل غرفة، والدنيا رعاية كويسة جدا. أنا هنا لقيت هوايتي هنا، أنا في الكورال هنا في الموسيقى، يدربونا في آلات موسيقية هنا كويس، معاملة أدمية جدا. احنا بناخد حياة كريمة للإنسان نفسه فعلا، دي يعني سيادة الرئيس فعلا موفر كل دوت. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان، بالصنعة دي هقدر أعيش، هقدر على الحمل التقيل. لحظات من الفرحة والسعادة عاشها المفرج عنهم عقب استقبال أسرهم لهم أمام مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عقب الإفراج عنهم مباشرة. والله بحمد ربنا يعني على العفو ده وبشكره جدا، والحمد لله اللي أنا واستاهل دلوقتي. تحيا مصر. بشكر سيادة الرئيس على توزيعه على العفو، وإحنا بنقول له إحنا متشكرين جدا يا رئيس وربنا يخليك لينا. وبنشكر يعني كل المسؤولين هنا، يعني ما يعني كنا حتى بنيجي في الزيارات يعني كانت احسن معامله واحسن استقبال. والله انا اساسا ما كنتش متوقع ان يطلع النهارده ان شاء الله، ولكن اتصلوا بيا فبصراحه يشكروا، واشكر سياده الرئيس على هذا العفو. شايف ابني الصلح من شانه كتير وتطور للاحسن، وشايف بني ادم جديد وبني ادم محترم، ما فيش احسن من كده حاجه يعني. كلنا بنحبك يا سياده الرئيس، وبنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. تطبيق واضح للمعايير الإنسانية في المنظومة العقابية، والتوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم هذه المعايير التي تفتح آفاقاً جديدة للمفرج عنهم للحياة والعمل والبداية من جديد.